s'inscrivent dans la nouvelle stratégie de lutte dans les micro-entreprises qui va être, qui va les rachats tous à l'île de Jamia, l'Ouliyat, Inch'Allah, à l'école de l'Ajamoua, le Kbir, l'Ajamoua, 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 De toute façon, le 23, Inch'Allah, 21, le 21, il y aura une assemblée, un petit peu, Inch'Allah, 21 octobre. Maintenant, Sidi Aïch, vendredi, le 21 octobre, Sidi Aïch. Donc, nous allons avec Moussa. Normal دقيقه اه راح مش 21 لا دونك باش نتفاهموا لو 21 تكون لاسامبلي ان شاء الله دكور لاسامبلي كيما دي امثاليني دي جيز هو اذا سي دي اتش واني لي اون طونك تكتول دكور اني لي اون طونك تكتول داخل قلت داخل ترنساتو تان بروغرام ابري بار لا سويت نساعد بويرا ديجا نلذي الجرفة أنا لي بارتو دون لي ولاية أنا نخمن ماكسيموم دو ولاية باش بروشينمون الصيف إميلا نخمن نورغانيزي دي زاسومبلي مثاقي بور باش كديني بليك رانا على المستوى الوطني و لي بروموتور كاع راهم متحدين في إطار كلمة واحدة في إطار منظمات معتمدة ومرحبا بالأحرار ما راناش ما نقصوش واحد ماشي مشكل اللي حابين نظر باسم تاعو ماشي مشكل ما عندناش مركب نقص في هذا الاتجاه اللي زاد حاجه الوقفه هذه تاع 3 سبتمبر بارك الله فيكم فريمون سايتي اكسترا ميم سي ما كاش غاشي بزاف مي هذا ميساج نقول لهم باللي مازال كاين ناس اللي طالب بالعفو الشامل مي بصح نشوفوا كيفاش نطالبوا في اطار قانون يكون مليح داكور شكون اللي يحب ثاني كلمه رابيدمون برايم على بالك انت كيما انا نضرب بزاف وتضرب بزاف السلام عليكم هنا بعد السلام عليكم اي تمثلني لقى ادم ذم كفيك لقد زر باللي تجميد المتابعه القضائيه كي ديكيره كنك كراس الجمعيات كراس الجمعيه ديك زمنكم اللي جمع الكروي لو كانوا جات الجمعيه ذاكي وليش هو سعينا الاعتماد وزمر مرة تكشف مرة تقيم محذول ما هو يوم القهوة يا دوحنا غروة لو كني سقراص الجمعية فاكي إي نزمر كل جماع نزمر أدرس المشاكل نون لي بروبليم نون إلا قا نخدم الكونفيونس للجمعية فاكي أي في مثل وكيني كرئيس جمعية دعم مؤسسات المصغرة ولاية بومرداس راني عضو في التكتل الوطني للدفاع عن المؤسسات المصغرة أنا ندعمون التكتل هذا وبإذن الله التكتل هذا دعمونا كامل وربي يوفقنا بإذن الله باسكو مطلب حقيقي ومطلب حقنا هذا ورانا احنا مستعدين في خدمة بلادنا هذه بلادنا ونديمونديو بلادنا وتحيا الجزائر والشهداء اللي ماتوا وضحاوا في دمهم ما راحش في الباطل الحمد لله والله ما راح في الباطل وتحيا الجزائر ونجمو كاش واحد من كلمه ختاميه ما كاش انا ما كاش وي ربي دموعنا انا كايس هذاك كلمه ختاميه يسقى دونك تي اوريد جات انت راك دي دونك فيل اسف الاول اجر الله C'est très important. Jouer la carte, oui, très important. C'est pour qu'on va ramener notre droit. Pour ramener, je suis le chouette, je suis le chouette, je suis le Mais on ne sait pas toujours où tu es là. Va être exploité. Là, je ne sais pas là. Va. Je demande les garanties. Quelle garantie? C'est ça. Avec qui va nous donner les garanties? Avec qui va nous donner les garanties? Ça, on va rentrer dans la politique, jouer le jeu. Ça veut dire qu'on va utiliser les cartes de jouer la carte. C'est ça. C'est comme ça qu'on va gagner. C'est ça. Mais quelle garantie? Est-ce qu'on va avoir la garantie à la dernière minute? Les chiffres, c'est bien. Salam alaikum.
دونك ديرني مو عطاكم صحه بارك الله فيكم اللي خلى رفده شبنا يرفدها ولا شوين قوم ولا حاجه بارك الله فيكم او موان نخليو لاصال بروب عطاكم صحه لا بروشين فوا ان شاء الله بارك الله فيكم.